التاسعة صباحا بتوقيت الجزائر. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. بداية، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون زيارة الدولة التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، حيث غادر اليوم العاصمة بكين متوجها إلى مقاطعة شنزان جنوب الصين. وحسب التقليد الذي رسخه السيد الرئيس خلال زيارته خارج البلاد، التقى اليوم ببكين أفراد الجالية الوطنية. اللقاء يعد سانحة للاستماع لانشغالات جاليتنا المقيمة بالصين وإشراكها في مسار التعاون الاستراتيجي البيني. وبالمناسبة، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تقوية الحركية السياحية بين البلدين، مبرزا أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة بالجزائر كالصناعة والتكنولوجيا الحديثة واقتصاد المعرفة النقل والزراعة. هذا وقدمت جاليتنا الوطنية شكرها لرئيس الجمهورية نظير وفائه بوعوده تجاههم. أولا نرحب بسيد الرئيس عبد المجيد تبون، وهذه المبادرة شرفتنا ونفتخر بها بين الأجناس وحتى هنا في الصين في الجامعات وفي بين الشركات. وهذه الزيارة يعني أعطت دفعة قوية لكل المجالات، في يعني في المجال الدراسي اللي هي اللي راح تفتح ابواب كثيره للطلاب الجزائريين باش يجوا للصين، وحتى لرجال الاعمال باش يديروا علاقات اقتصاديه بين الشركتين، يعني بين الشركه الجزائريه والشركه الصينيه. نشكر سياده الرئيس على الزياره اللي قام بها لتطيد العلاقات بين الجزائر والصين، ونشكر ايضا على اللقاء بين مع الجالية الجزائرية هنا في الصين لتوطيد العلاقات أكثر بين الجالية وبين بين الدولة نتاعنا وبين الجالية الجزائرية والجزائريين بصفة خاصة مع الصين اللي هنايا. نعرفوا هنا باللي في الصين كاين جالية كبيرة هنايا في الصين، خصوصا في الجامعات الصينية، وأنه يكون هناك ترابط ولا هناك اتصال مع المؤسسات العلمية والمؤسسات الاقتصادية في الجزائر، هذا حيمد زخم مثلا تطوير صناعات في الجزائر ولا تطوير البحوث العلمية وغيرها من هذا. وانطلقت أمس بالعاصمة الصينية بكين أشغال المنتدى الأعمال الجزائرية الصيني بحضور الوفد الوزاري الهام الذي يرافق السيد رئيس الجمهورية وعدد من مسؤولي المؤسسات والمجمعات الاقتصادية الوطنية العمومية والخاصة، بالإضافة إلى رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين الصينيين. رئيس الجمهورية وفي رسالته إلى المنتدى والتي قرأها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أكد العمق التاريخي للعلاقات المتجدرة الجزائرية الصينية. لا يمكن لأي حديث عن العلاقة الجزائرية الصينية أن يستهل دون العودة لعمق علاقاتنا التاريخية، وهي العلاقات الأصيلة المعبرة عن حرصنا المشترك لبناء الشراكة الاستراتيجية المعمقة والتي وضعنا لبنة في مسار تعزيزها بمناسبة زيارة الدولة التي أتشرف بآدائها إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة بدعوة من فخامة الرئيس والصديق العزيز السيد شي جين بينغ. رئيس الجمهورية أكد الإرادة المشتركة بين الجزائر والصين في تعميق التعاون الثنائي، مبرزا فرص الاستثمار الواعدة المتاحة في مجالات حيوية بالجزائر. كما أن زيارة الدولة التي أقوم بها هي تعبير صادق عن التزامنا بالعمل على ترقية علاقاتنا الثنائية التي نولي فيها أهمية أساسية للتعاون الاقتصادي. إن الجزائر تتمتع اليوم بمزايا عديدة جعلت منها وجهة استثمارية واعدة
في ميادين حيوية كالزراعة والطاقة والصناعات الغذائية والصيدلانية والسياحة والطاقات المتجددة والمواصلات وقطاع الخدمات والمنشآت القاعدية بفضل القرارات والإجراءات التي باشرناها لتحرير المبادرة وفسح المجال أمام المنافسة. رئيس الجمهورية أكد أن المجال مفتوح أمام رجال الأعمال الصينيين للاستثمار وإقامة شراكة مربحة في الجزائر على ضوء التسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد. نعمل على تثمين واستغلال قدراتنا في القطاع المنجمي بتوفير مناخ استثماري محفز قائم على النجاعة والتنافسية الاقتصادية عبر تشجيع المقاولاتية واقتصاد المعرفة وريادة المؤسسات الناشئة وإصلاح المنظومة المصرفية والمالية. ومن هذا المنطلق أؤكد على أن المجال مفتوح للشراكة والاستثمار أمام رجال الأعمال الصينيين في كل القطاعات والاستفادة من التسهيلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين ببلدنا. منتدى الأعمال الجزائري الصيني توج بتوقيع على 12 اتفاقية بين مؤسسات جزائرية وصينية في العديد من المجالات الاقتصادية الاستراتيجية والحيوية. اليوم شفنا اليوم كان عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين اللي جاوا للصين، ولكن خاصة المتعاملين الاقتصاديين الصينيين اللي جاوا يعني بقوة، كان حوالي قريب 140 متعامل اقتصادي صيني. هذا يبين انه هما مهتمين بالسوق الجزائري. يعني احنا من قبل كنا نستعرض هذه التكنولوجيا ونخلصوها، اليوم راح تولي عندنا في الجزائر يعني بديزاينيور الجيري، يعني مع البارتناريا تاعنا لشركة توب تك اللي حيكون يعني 50% كما رانا نشوفوا اليوم، 50% للجزائر و 50% للشركات الصينية. الاستثمار في الجزائر هو مشروع كان يراودني منذ سنين. أنا متأكد أنه من خلال هذا المشروع سنستطيع الولوج للسوق الإفريقية. شركة صينية متطورة في صناعة الألبومين البشري، ونحن الحمد لله توصلنا لاتفاق الصناعة في الجزائر في الشهر السنة القادمة إن شاء الله. وهذه الألبومين يستعملها العالم حوالي 5.7 مليار دولار على مستوى العالم، وافريقيا تسهلك حوالي 160 مليار دولار، يعني حيكون السوق الافريقي حيكون تحت، اعطونا البريزونطاسيون اكسكلوزيف افريقيا وشرق الاوسط. اخترنا هذا الشريك الجزائري لأن مشروعه يتماشى وطموحنا من أجل دخول السوق الجزائرية والسوق الإفريقية على حد سواء. اليوم في إطار زيارة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إلى جمهورية الصين الشعبية، هو والجزائر مضت اتفاقية مع المسرع ألجيريا فنتور، وهذا لإنشاء كلاود في الجزائر يكون يسمح للمؤسسات الناشئة وأيضا لكل المؤسسات الشبانية القادمة لزينوفاتر حتى يستعملوا هذا الكلاود، ونسمح لهم أيضا بتشجيعهم لاستعمال هذا النوع من الكلاود. هذا يدخل في سياسة هواوي اللي دائما تشتغل مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المتوسطة لخلق نظام بيئي جديد لهذه المؤسسات، وتسمح لهم أيضا لاستعمال التكنولوجيات الجديدة ودخول في التحول الرقمي. تتواصل عملية التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا دورة 2023 والتي انطلقت أمس. العملية تتم حصريا عبر المنصة الرقمية بصفر ورق دون عناء التنقل إلى الجامعات، خطوة تجسد جهود رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
اليوم كانت بداية التسجيلات الجامعية الأولية على منصة التسجيل، وراني هنا نسجل الحمد لله، قدرت نطلع على التخصصات المتاحة. نشكر الوزارة اللي دات لنا هذا السيت باسكو سهل على الطلبة بزاف، خاصة في هذا الجو الحار. العام هذا كان التسجيل رقميا عبر الانترنت، بحيث ساهم هذا في تسهيل هذه العملية، وبحيث يتمكن الناجح في البكالوريا في البقاء والتسجيل من منزله ليكون مرتاحا، وهذا ما يضمن له الاختيار الصحيح. حاجة مليحة دارتها الدولة، يعني تسجل بار انترنت مش بالوراقي وتروح الجامعة وتشقى، يعني من داركم تقدر تسجل في الجامعة. هي الحمد لله كانت فاسيل على غير يعني الحمد لله، وكان ثاني ترجمة، وهذه حاجة بيان يعني كل واحد كيفاه. دوليا، وفي فلسطين المحتلة استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم شاب فلسطيني، وأصيب 4 آخرون في مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية. هذا وشهدت عدة مناطق بالضفة والقدس المحتلتين حصارا وحملات اعتقال واسعة في حق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. بهذا الخبر نأتي لختام الموجز، شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.